أزف الرحيل وحان أن نتفرقا فإلى اللقاء. اتفقوا معايا على السالري وكل حاجة، والله والله ان هم اتفقوا معايا على سالري اكتر من اللي مستر يحيى كلمني فيه، لكني رفضت ده لمجرد الراحة النفسية اللي انا حسيتها من اول ما قابلنا مع مستر يحيى. مستر يحيى الغالي علينا كلنا، الرحمة والنور عليك، مفيش كلام يوفيك حقك. مستر يحيى انت كنت شخص خلوق ومهذب، جمعت الأصل والتربية والدين والحكمة في شخص واحد، ودي حاجة صعبة أوي إن هي تتجمع في شخص واحد. مفيش أي كلام يوفيك حقك فعلا، ربنا يا رب يرحمك ويجعل قبرك من رياض الجنة ويعلي منزلتك يا رب في الجنة الفردوس الأعلى بإذن الله. ونغالب الأنفاس كي لا تزهقا، لو لم نعلل باللقاء نفوسنا كادت من العبرات أن تتدفقا. يا معلمي تصبرا فلربما عليه كل الرثاء لمن فوق الرأس محله، صانع السعادة والمحبة لمن بعده، رحمة من الله على روحه في قبره، جنة الخلد عنوان منزله ومقره، فهو والد ومعلم ورجلا قل مثيله، ولمدرستنا كان نبراسا يضيء طريقه. أبا محمد ما زال جبلا شامخا مكانه، والجميع لسيرته يجدو بطيب أصله، سيبقى عاليا في المجالس له وزنه، وفي القلوب يبقى له عزة وقدره. رحم الله فقيدنا طارش تتجاذب النظرات وهي ضعيفة، ونغالب الأنفاس كي لا تزهقا، لو لم نعلل باللقاء نفوسنا كنا نتقبل الأمر، لأنه دايما كان واقف مع الحق. لما بيبقى ليهم حق بيديهولهم، لو عليهم غلط احنا كنا دايما بنسنده، لأنه راجل عادل، كان دايما يدي المدرس حقهم، كان دايما يدي الطلاب حقهم، كان دايما فاتح مكتبه، كان دايما يقول لو الولاد محتاجين اي حاجه يقولي. ربنا يرحمه ويغفر له. في اخلاقه، بصمه في ادارته للمدرسه بما تحتويه من امور كثيره. كلنا عارفين اداره مدرسه شيء ليس بالهين، واي فرد بيجلس مع مستر يحيى ولو لمده 5 دقائق مستر يحيى بيترك فيه علامه. فمن النهى بنفوسنا أن نرفقا، إن الذي قدر القطيعة والنبي. رحمة الله على مستر يحيى، كان فعلا بيعمل الأب من بداية ما جيت المدرسة من 7 سنين، وهو بصراحة كان من أول لقاء يعني كان ودود جدا وبشوش، وكان سامح في تعامله طول الوقت يعني معايا. الله يرحمه بصراحة كان صاحب فضل عليا وعلى كل الناس تقريبا. ربنا يرحمه، وإن شاء الله كل الخير اللي عمله يبقى صدقة بارية على ربه. العام الماضي كان والدي مريض جدا رحمة الله عليه، وبعدين في أيام الأخيرة اللي والدي كان كنت أنا بسافر محافظة غربية كتير جدا عشان والدي كان مريض، فكان مستر يحيى دايما يكلمني يطمن على والدي، وكان لما يعرف ان انا راجع المدرسة الصبح من السفر يكلمني يقول لي يا مستر اشرف انت ممكن تستريح وحد من الزملاء يقوم مكانك، ولو انت عايز اجازة ممكن تتفضل تاخد اجازة وما تحملش هم اي حاجة خالص. والله العظيم كمان كان دايما يعرض عليا المساعدة، سواء بالمال او المساعدة بالاجازة. كان لي الشرف ان انا اكون تحت قيادة مستر يحيى لمدة 6 سنوات. الراجل ده بجد من ساعة ما دخلت المدرسة ما شفتش منه الا كل خير، والله شاهد على كلامي. يعني من اول يوم حسيت بكمية تواضع كبيرة جدا، وغير بقى طبعا يعني حكمته ورأيه على طول اللي كان بيكون صواب يعني.
هذا كان الحقيقة كان حريص جدا جدا على صلاة الجماعة. دايما كنت أو كثير من الأوقات كنت أدخل مسجد البنغامة أقابله هناك، مسجد عبد الوهاب أقابله هناك. في المدرسة هنا كان دايما حريص على أنه يجمعنا في صلاة الجماعة وخصوصا في الأجازة، وكانت مكافئتنا مكافئة المدرسين اللي موجودين في المدرسة علشان تمشي بدري تنزل تصلي صلاة الجماعة معنا صلاة الظهر. بصراحة ما فيش كلام يقدر يوفي مستر يحيى حقه. مش عارفة بصراحة اتكلم عن الأب ولا الأخ ولا الصديق. هو فعلا كان أب تاني لولادي. دايما كنت أقول له انت ربيتهم معايا، علمهم حاجات كتير جدا، كان دايما في ظهرهم. مستر يحيى لا يعوض. مش عارفة بصراحة ممكن ايه يتقال لي. مش اي واحد فينا في المدرسة هيقدر يتكلم عن مستر يحيى اكتر من الحقيقة بتاعت مستر يحيى نفسها. الراجل ده كان انسان خلوق، مدير ناجح، مدير عادل، بالرغم من وجودي فترة. رحم الله مستر يحيى وادخله فسيح جناته. حقيقي احنا في الميلينيوم فقدنا قائد عظيم، رحمه الله عليه يا رب ويجعلنا في الجنة. انا شخصيا من المواقف اللي بأثر معايا تجاه مستر يحيى، اول ما اشتغلت في المدرسة انا كنت لسه فريش جراديت. مستر يحيى كان مخصص لي ساعة اسبوعيا من وقته بنقعد مع بعض يشوف شغلي وصلت لحد فين، البوكلتس اللي عايزها بطريقة معينة. حقيقي كان حتى أصغر التفاصيل بيهتم بيها، يعني ممكن أنا في الأول كنت بعمل ده وخلاص، لكن بعد كده فهمت إن التفاصيل دي بتفرق جدا. وحقيقي ربنا يجعل كل تعب معانا في ميزان حسناته، ولعل كل الحاجات اللي علمها لنا تكون صدقة جارية لي. كان عنده جملة كده بيقولها ان لازم الانسان هو بيشتغل يكون مرتاح نفسيا، وحقيقة ان مستر يحيى كان بيعاملنا نفسيا كويس جدا رحمة الله عليه، ربنا يا رب يتقبله من الصالحين. كل حاجة كل اللي عنده حاجة كويسة يبين، لان الراجل ده بجد كان بيعمل في السر اكتر ما كان بيعمل في العالم. والحقيقة دي كانت من أجمل الأوقات اللي كنت بقضيها مستر يحيى. ليه؟ لأنه بعيدا بقى عن أنه في الرئيس بتاعي في الشغل أو المدير بتاعي في الشغل، كان هنا بيظهر الجانب تاني بقى، الجانب الإنساني. يعني الراجل دوت يعني تشوفه بقى على حقيقته، التواضع الحقيقي، خفة الدم، كان خفيف دمه، خفيف جدا، الله يرحمه حبيبي.
ولا عمره شافه. ودي ما بالك صدى ولا يسأل زكاة مال. دي الورقة اللي كان كتبها جوزها، ما يحبش طبعا ان هو اسمه يظهر فيه. سعدت بمعرفته وسعدت اكتر بمقابلته يوم عيد ميلاد عليا قبل وفاة بحوالي شهر، وكان لقاء جميل في المدرسة. فيا رب ارحمه، دخله واسع جنتك، واجعل الصبر يكون من نصيب اهله وذريته، ويبارك فيهم. يا رب يرحم مستر يحيى ويغفر له ويجعله في أعلى عليين في الجنة، ويجعل كل عمل صالح وطيب علمه لنا وغرسه في أولادنا في ميزان حسناته. كان قيمة وقامة، وكان رجل الأخلاق والمبادئ، وفي زمن قلت فيه الأخلاق والمبادئ الحقيقة. وكانت بنحسد على مستر يحيى في المدرسة. ربنا يصبرنا ويهون علينا دخول المدرسة ومستر يحيى مش فيها. يعني افتقدناك كتير، ولكن عزقنا ان حضرتك ان شاء الله في الجنة بأمر الله. ربنا يغفر لك ويرحمنا بيك ويجعلنا في الجنة مع الشهداء والصالحين والنبيين يا رب. اللهم آمين. احساس اكبر من كلمة حب، احساس ان انت معايا ده دايما بيضل. اتذكر كل ما الرحلات كانت تطلع، في رحله منهم مره كانت راجع متاخر، لقيته داخل هو والحاج عصام صديقه، بقول له ايه اللي جابك يا حاج يحيى؟ في ايه؟ قال لي انت عارف يا ابو ياسين، يعني لازم اطمن على الولاد ولازم اقف قدام دورة المياه واطمن ان مفيش حاجه، ولقيته نازل في عز البرد وحاطط العبايه عليه، وانا لازم اطمن. وفضل واقف لغايه ما الكل مشي، وبعد كده هو خد عربيته ومشي. رحمة الله عليه مستر يحيى. من الحاجة اللي عمري ما انساها ان كان كل يوم يجي الصبح المدرسة بدري، يقف معايا في الملعب، ولما كنت اقول له مستر اتفضل استريح في المكتب، يقول لي لا انا واخد قعدة على نفسي، ان اقف اشرف زي المدرسين. والحاجة كمان اللي كان عايز يعملها في السنة الجديدة، وكان عايز يخصص وقت اثناء اليوم الدراسي ان جميع طلبة المدرسة كلهم ينزلوا يصلوا الظهر. كان يقول لي ان شاء الله مفيش طالب هيروح الا لما يكون مصلي الظهر. ربنا يجعل كل عمل صالح كان بيعمله، كل عمل خير كان عايز يعمله في ميزان حسناته. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الفردوس الاعلى من الجنه. اللهم امين يا رب العالمين. شكرا مليون مره، دي ما تكفيش، وقت ما بحتاج لك تبقى معايا ما بتسيبنيش. ان لله وان اليه راجعون. ربنا يرحم مستر يحيى ويغفر له، و هو رحل عننا بس روحه هتفضل معانا، هتفضل وسط كل الناس اللي بتحبه وفي المكان اللي هو بيحبه. وكل ان ربنا يجازيه خير على كل خير عمله وكل جبر خاطر. هو كان بيحب دايما يفرحنا ويفرح كل الناس اللي شغاله في المدرسه. ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناته، وان شاء الله نفضل زي ما هو كان عايز، ونفضل اسره واحده بروحه اللي موجوده وسطينا. وعلى المستوى الشخصي مستر يحيى، انا ما شفتش منه غير كل تقدير وكل احترام، وكل هو فعلا اخ، واخ عزيز جدا علينا. مش هقدر اقول غير ان لله وان اليه راجعون، وربنا يرحمه يا رب. كان انسان بمعنى الكلمة، يعني إنسان بيحمل صفات نادر إن إحنا نلاقيها في هذه الأيام. وكمان هو مش كان بيحمل الصفات دي بس، هو كمان كان بيغرسها، يعني هو دايما بشوش. كلمته في مستر يحيى، سماعات بتاع المسجد فيها مشكلة، يشارك الراجل من غير ما كامل الكلام، قال لي طبعا ان شاء الله، شوف ايه المطلوب واحنا معاك ان شاء الله. ربنا يا رب يجعل كل ده.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف رحمة ونور عليك يا مستر يحيى. ربنا يرحمك يا حبيبي إن شاء الله في الجنة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. لكل الأطباء في كل مستشفيات مصر والعالم كله. يعني بالصدفة كده علشان نقدر نقسم أكتر وربنا يحفظكم وحفظنا مؤسسة مجدي يعقوب للقلب. إنما أقول كلمات في رسائل مستر يحيى. شكرا لك. مستر يحيى كان إنسان يملأ الحياة بهجة وسرور. كان إنسان حبوب، كان إنسان اجتماعي، كان إنسان جميل. صعب أن نتكلم عنه بصفة الغاية لأنه هو حاضر دائما، كان دائما حاضر معنا باتصالاته وبسؤاله. رغم الفترة القليلة أنا تعرفت بيها على مستر يحيى ولكنه أصبح كأنه صديق من عمر. رحمة الله عليك يا مستر يحيى، ربنا يتقبلك من الصالحين يا رب. مستر يحيى كان ليه مواقف كتير معايا حلوة، كان دايما بيدعمني من أول ما اتخرجت، كان دايما بيعاملني كأني بنته الصغيرة. يعني مش قادرة أتكلم ولا أقول كل المواقف اللي بيني وبينه، بس يعني كل اللي أقدر أقوله إن ده قضاء ربنا. ربنا يرحمك يا رب ويصبرنا على فراقك وفي الجنة ونعيمها إن شاء الله. لكل الأطباء الطبية في شعوب داخلية من العالم كله وشكرا لكل واحد اتبرع ولسه هيتبرع علشان نقدر نقصه بأكتر. وربنا يحفظكم ويحفظنا مؤسسة مجدي. راجل حبيبي جدا 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 للقلب. العلاقة اللي كانت بيني وبينه كانت قوية جدا. ألف أستاذنا الفاضل رحمة الله عليه كان ليه دايما كلمة محدش يقدر ينساها. لما كان يحصل أي مشكلة أو بنحل أي مشكلة بتحصل يقول يا لو الناس تعرف ان الدنيا دي صغيرة قوي وان الواحد مش هيقعد فيها كتير، لو الناس تعرف ان الموت بيجي فجأة. كان دايما يقولها في اي مشكلة بتحصل او اي حد يعمل اي حاجة كان لازم يفكروا بالموضوع ده. رحمة الله عليه. بالنسبة لي انا فبالرغم من غربتي في بلد تانية بعيدة عن اهلي، بس رب العالمين عوضني بالشغل مع اسرة ميلينيوم. وبقول اسرة ميلينيوم لانه هو سماها كده، كان هو الظهر والسند للأسرة دي. على الصعيد الشخصي عمره ما حسسني ان انا في غربة، بالعكس كان دايما يقولي لما تحتاجي لحد يرفع معنوياتك او يديكي كلمتين سبورت انا موجود، انا موجود كل يوم في اللاين، اروح فين. كان يحصل اختلافات، يحصل اختلافات في الرأي، اختلافات وجهات النظر، خلافات زي اي شغل او اي أسرة، بس هو كان دايما يحاول انه يقرب وجهات النظر وينهي دايما الخلاف بالجملة المشهورة بتاع احنا كلنا هنا اخوات والاختلاف لا يفسد للود قضية. يا استاذة رشا الله يرحمه يحسن اليه زي ما كان يحسن اليه. حصلت مشكلة من مشكلات مع بعض اولياء الامور، فهو برضو كان لأول مرة يشوف ان في صاحب مدرسة يكون داعم لمدرسه بهذا الشكل ويصر على ان هو يحسس مدرسه قد ايه هو ليه مكانه كبيره وان هو لازم يظل يعني ثابت على موقفه علشان المدرس زي ما هو كان بيقول الله يرحمه هي من انبل واهم المهن اللي ممكن. مستريح يا كم نعم الاخ، نعم الاب، نعم القائد، نعمل كل حاجة، بس أفضل حاجة ممكن أقولها أو أكتر حاجة بجد أنا افتخدها فيه هو إنسان ليه كان إنسان بجد. ربنا يجعل كل أعمال حضرتك الصالحة ويتقبلك في الصالحين ويرحم حضرتك
وسعتك ورحمة واسعة وإجمال حضرتك على حضرتك. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودك